صح شربتكم واهلا وسهلا ومرحبا بكم في ريكاب جديد لاخبار النادي الافريقي اليوم لحد 3 ابريل وثاني يوم في شهر رمضان ومدام اول مره تقابلوا في رمضان دونك نتمنى لكم ان شاء الله كل عام وانتم بحي بخير ورمضان مبارك وان شاء الله ربي يعيدوا علينا وعليكم بالصحه والعافيه. في حلقتنا اليوم باش نحكوا على انتصار النادي الافريقي في كاس تونس في كره يد كابر والانديه المترشحه لدور الربع النهائي باش نروا زاد على نتائج الجوله الثالثه من بطولة كرة يد كبريات باش نحكوا على تفاصيل الاحتراز الفني اللي قام به النادي الافريقي بعد مباراة السلة وشنو حظوظنا في الفوز بنقاط المباراة واكيد قبل مباراة نهار الاربعاء امام الاتحاد المنستيري تستنى فيها الناس كل باش نرجع على اخر استعدادات فريق كرة القدم. نبدأ بكرة اليد وبطولة الكبريات وين تمكنت سيدات النادي الافريقي من تحقيق فوز كان سهل الحقيقة على حساب المنزه الرياضي في الجولة الثالثة بنتيجة 30-11 بعد هزيمة في جولة الفارطة كما تعرفوا أمام طبلبة واللي كان مجرد أكسيدون دو باركور كما نقولوا والحمد لله رجعنا في الكورسة من جديد وسكت الانتصارات كالعادة. نعطيكم نتائج الجولة هذه دونك المجموعة الأولى النادي الافريقي انتصر 30-11 على المنزه الرياضي. الجمعية النسائية بالبولبا انتصرت على نادي الرياضة النسائية بالمقنين 26-20. في المجموعة الثانية الجمعية النسائية بالمهدية انهزمت أمام الزهراء لكرة اليد 26-31 والجمعية النسائية بالساحل على أرضية ميدانها انهزمت زادة أمام الأمل الرياضي برجيش 33-40. الترتيب المجموعة الأولى الجمعية النسائية بتبولبا بالمرتبة الأولى 9 نقاط، النادي الأفريقي المرتبة الثانية 7 نقاط، المنزه الرياضي المرتبة الثالثة 5 نقاط، والمرتبة الأخيرة لنادي الرياضة النسائية بالمقنين ب3 نقاط. في المجموعة الثانية الزهراء لكرة اليد 9 نقاط في المرتبة الأولى، أمل الرجيش 5 نقاط في المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة للجمعية النسائية بالمهدية ب4 نقاط ومنقوصة من مقابلة، والجمعية النسائية بالساحل في المرتبة الأخيرة ب2 نقاط وكيف كيف منقوصة من مقابلة. في كرة اليد أكابر تمكن نادي الأفريقي من الترشح للدور الربع النهائي لكأس تونس بعد الفوز على نادي ساقيت الزيت بنتيجة 29-25 في مباراة تمكن فيها نادي الأفريقي من بسط سيطرته المطلقة من بداية المباراة خلافا مباراة البطولة اللي تلعبت أيامات تقليلة التالية في الجرجاني وين لقينا الحقيقة بعض الصعوبات رغم الانتصار إلا أن في مباراة هذه النادي الأفريقي كان حاسم من أول الدقائق حتى الساقية في مكانها وما عطاهاش حتى فرصة باش تفرض النسق متاحها. الشوط الأول كان انتهى للنادي الأفريقي ب16-11 وفي الشوط الثاني وصل لكار في بعض الأحيان حتى 8 أهداف الشيء اللي كان عطاه الفرصة للطاقم الفني باش يدور الإفكتيف. نعطيكم النتائج الكاملة تاع الدور الثمن النهائي دونك ساقية الزيت انهزمت أمام النادي الأفريقي 25-29، الاتحاد الرياضي التميمي كان انتصر على بعث المخيار 30-28، نادي كرة يد بجمال كان انهزم أمام ملعب التونسي 32-38، نادي كرة يد بقصور الساف انهزم أمام المستقبل الرياضي بمجاز الباب 35-37، سبورتينغ المكنين انهزمت أمام الترجي بتونس 26-33، جمعية الحمامات انهزمت على عرضية ميدانها 25-26 أمام أولمبيك سليمان، والنجم الساحلي كان انتصر على نادي هلال المساكن 25-18. المباراة الأخيرة كانت لعبت الأربعة العشية، مكان المهدية انتصرت على أرضية ميدانها أمام النس الرياضي بالبلبة 24-22. هكا نولوا نعرفوا الأندية المترشحة دونك اللي هي النادي الإفريقي، اتحاد الرياضي التميمي، الملعب التونسي، المستقبل الرياضي بمجاز الباب، الترجي بتونس، أولمبيك سليمان، النجم الساحلي ومكارم المهدية. في
في كرة القدم يواصل نادي الإفريقي استعدادات طول مباراة الاتحاد المونستيري اللي باش تلعب نهار الأربعاء 6 أفريل الأربعاء الجاي بحساب الجولة الخامسة إياب في ملعب رادس انطلاقا من الساعة ونص. متصل وحيشي كان اكتفى بحصص تدريبية جماعية دون خوض أي مباراة ودية خلال الثلاثة أسابيع راحة اللي كانت خضعت لها البطولة. الحقيقة ما نعرفوش شنية الأسباب، لكن المهم أنه الفريق يكون على أتم استعداد لمباراة هامة وهامة جدا ضد النادي الإفريقي، ونتيجتها باش يكون عندها تأثير كبير ومباشر على حظوظها في الترشح للبلاي أوف. الإطار الفني كان استرجع الإفكتيف بريسك كامل في الحصص التدريبية الأخرى سورتو البارح بعد عودة نادي الغندري ومعز حسن اللي كانوا مع الإكيب ناسيونال، وزاد عودة حمزة العقربي للتدريبات الجماعية بعد غياب طويل بسبب الإصابة، بالإضافة إلى العزومي اللي كان تعرض لإصابة خفيفة وكان درب حصة واحدة وحده، لكن رجع والحمد لله للمجموعة وكان درب معهم البارح. دونك حصة أمس دونك شهدت تواجد القائد صابر خفيفة اللي جاء باش يزور أصحابه ويساندهم قبل ماتش كابيتال. كما تعرفوا صابر كان تعرض لإصابة وخضع لعملية جراحية وإن شاء الله يرجع للميادين، لكن نطول شوية إن شاء الله عام الجاي يكون حاضر بإذن الله. في كرة السلة وكما تابعنا النادي الإفريقي خسر المباراة اللي كان لازم يربحها وهي مباراة الملعب النابلي واللي كانت نتيجتها مرشحة للسوبر بلاي أوف الحقيقة، يعني سواء النادي الإفريقي والملعب النابلي اللي يربح يتعدل للسوبر بلاي أوف. والحقيقة فرع سلة أسنا بين بالكاشف أنه بعيد برشا على المستوى المطلوب باش ينجم يلعب في مراحل متقدمة. وديجا مباراة القيروان في الجولة الفارطة اللي هي في آخر التطيب القروان واللي ما ربحت حتى مقابلة وخسرت مبارياتها الكل بفارق كبير زادة وتلعب مجموعة بلوزوموا صغيرة في الأعمار، كنا ربحناها بشق الأنفس، لكن كان عندنا أمل كبير باش رياكسيون تكون موجودة قدام ملعب النابلي، لكن للأسف خسرنا المقابلة وولينا قراب برشا من مرحلة البلاي أوت. دونك نذكر هنا أنه سنة الفورميول الجديدة متاع البطولة، دونك اللي نلعبوا بلاي أوف توا ضرب على الأولين يمشوا بلاي سوبر بلاي أوف، والزوز الأخرانيين باش يلعبوا يلتحقوا بمجموعة تفادي نزول دونك يلعبوا على البلاي أوت. للأسف هكا عام سنة هكا الفورميول متاعهم. دونك إلى حد الآن يبقى مصير نادي الإفريقي معلق، دونك إلى حد بت جامعة كرة السلة بالاحتراز اللي تقدم به ضد مدرب الملعب النابلي كما انفردنا به دونك في مقال هبط على الموقع الرسمي تاعنا البيست بونيت جوست بعد المقابلة، وأكدنا أنه النادي الإفريقي نقدم باحتراس ضد مدرب الملعب النابلي، وكانت أكدت صفحة رسمية النادي الإفريقي اليوم يعني على صفحة رسمية تحمل هبطوا البلاغ باللي أنهم أكدوا الاحتراز اللي كانوا قاموا به. مدرب الملعب النابلي ما قدمش الوثائق القانونية اللازمة اللي تخوله التواجد على بنك البدلاء كما يفرضوا الفصل 180 من نظام المنظم للعبة. دونك المدرب حسب ما صدرنا ما استظهرش بالإجازة الفنية اللي تعطيها له الجامعة، لكن قدم بطاقة تعريف ووقت تثبت في الإجازات والانطلاق المباراة. دونك وهذا دونك حسب الفصل هذا 180 دونك مخالف للقانون، دونك أي مخالفة وعدم استظهار بالوثائق الكاملة والقانونية واللازمة لأن الفريق المعني يهزم جزائيا، وهذا اللي الطالب به إدارة النادي الأفريقي. صحيح احنا كجماهير نحبوا الميريت يكون على الميدان على دونك اللاعبين يقوموا بدور وهم اللي ينتصروا على أرضية الميدان، لكن القانون قانون والحق حق والإدارة مطالبة باش تدافع على حق النادي بكل الطرق. وكما احنا خسرنا سبق وخسرنا قبل نقاط بالاحترازات قامت ضدنا ما فيها باس كان مرة نستنفعه وأبريتو ما هيش مزية. في انتظار البت في الاحتراز نعطيكم نتائج المباريات اللي كانت اتلعبت.
دونك النادي الافريقي كما حكينا انهزم امام ملعب النابل 66 مقابل 71. الاتحاد المنستيري انتصر على الزهراء الرياضيه 75 مقابل 67، والنجم الرادسي كان انتصر على شروط قيروان 47 مقابل 67. الترتيب دونك الزهراء الرياضيه 16 نقطه المرتبه الاولى، الاتحاد المنستيري 16 نقطه المرتبه الثانيه، النجم الرادسي 15 نقطه المرتبه الثالثه، المرتبه الرابعه الملعب النابل 13 نقطه، المرتبه الخامسه النادي الافريقي 12 نقطه، شباب القيروان المرتبه الاخيره ب 8 نقاط. هذا الترتيب الحالي في انتظار شنو باش تقول الجامعه، لكن في صوره رفض الاحتراز تبقى عندنا بوسيبيليتي واحده لكن صعيبه برشا بصراحه، دونك بوسيبيليتي واحده باش نترشحوا وهي انه ننتصروا امام اتحاد المونستيري نهار الثلاث اللي هو براسك مستحيل، والملعب النابلي يخسر مع شبيبة القيروان في نابل واللي هو زاد براسك مستحيل. وإذا كان المعجزة هذه تتحقق يبقى فما حسابات أخرى دونك باش ترجع لها الجامعة باش حدد اسم النادي اللي باش يترشح. دونك تول الأمل الوحيد يبقى للنادي الأفريقي هو قبول الاحتراز وبالتالي يترشحوا أوفيسيالمون للسوبر بلاي أوف. ولكن كنا وصلنا لاخر حلقتنا اليوم، عملنا حوصله سريعه لكل الاخبار الاخيره، ان شاء الله نعود نقابلوا من جديد في حلقه جديده نعمل ريكاب جديد دي سي لا، وستابعونا على قناتنا ريكاب سيا واشتركوا في القناه، وكل اخبار نادي الفريق متوفره على موقعنا الرسمي كلوبيست.نت والصفحه الرسميه كلوبيست.نت. شكرا متابعه، الى اللقاء.